قرأت قبل دقيقتين يقول: ومثله، يعني مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الواقع أن دعوة الشيخ محمد، يعني محمد بن عبد الوهاب، نعم. امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية وأثر من آثارها، لأنه تخرج على كتبه. إذن يوجد عنده من عنده شيء أو لا يوجد؟ أبداً. لا يملك نعم. شيئا وهم محمد الآن بن عبد أي فتوى أم يقول؟ قال الشيخ رحمه الله: إذن عندما نحن نوجه تهمة أو نوجه مسألة نقدا إلى الشيخ ابن تيمية وأنه يقول بالتجسيم، نقول نعم. أن الوهابية أيضا تقول ماذا؟ بالتجسيم. نعم. فإن قال قائل منهم: نحن لا نعتقد بالتجسيم، نقول: إذا تبرأوا ماذا من هذه العقيدة التي يثبتها الشيخ ابن تيمية؟ لماذا تأخذون كل شيء منه؟ أحسنتم، قولوا بشكل واضح وصريح، قولوا لنا، قولوا للناس، قولوا: نحن نعتقد بأفكار وعقيدة الشيخ ابن تيمية، ولكن لا نقبل منه عقيدة ماذا؟ عقيدة التجسيم. أحسنتم. وهم التفتوا إلى هذه، فلهذا صاروا بصدد الدفاع عن الشيخ ابن تيمية. انظروا ماذا فعلوا دكتور. نعم. هذا كتاب من الكتب التي وقعت بيدي أخيرا، وهو كتاب اسمه منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إعداد إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان، المجلد الثاني، دار ابن القيم، دار ابن عفان، رسائل جامعية، رسائل جامعية. فأشير أيضا إلى الطبعة أعزائي، خلي يلتفتون إلى يا طبعة هذه اللي نعم. بيدي نعم. حتى يمكنهم مراجعتها. الطبعة الأولى سنة 1425 من الهجرة، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ودار ابن عفان جمهورية مصر العربية. في الجزء الثاني من هذا الكتاب في صفحة 783 من الكتاب، التفتوا جيدا المشاهد الكريم، لابد أن يلتفت، يقول: نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية. إذن هم يعرفون أنه أهم ما وجه من نقد أساسي يهدم كل المنظومة العقدية لابن تيمية هي أي مسألة التشبيه والتجسيم. نعم. واقعا من هنا أنا أدعو أولئك الذين يريدون أن يبحثوا في الشيخ ابن تيمية، فليكتبوا رسالة إما ماجستير أو دكتوراه ويبحثوا هذه المسألة، طبعا بشرط أن لا يكون من الذين يريدون أن يدافعوا عن ابن تيمية تعصبا أعمى، لا لا لا، وإنما على التحقيق، ليروا إذا استطعنا أن نهدم هذا المحور في عقيدة ابن تيمية، وإذا بينا للمسلمين أن ابن تيمية مجسم، إذن كل المنظومة العقدية والفقهية سوف ماذا؟ سوف تنهار ابن على التجسيم والتشبيه. نعم. ولذا أعزائي الإخوة اللي يريدون يدخلون في حوارات، في أبحاث، من هنا دعوتي للفضائيات، للقنوات، للمواقع، للمنابر، واقعا فليعملوا على هذه القضية، على هذه القضية ليس أكثر، أن يتضح للمسلمين ماذا يقول الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألتي. وهم التفتوا إلى هذه، فلهذا انظروا ماذا يقول البريكان. يقول: وهي من أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية، بل هي أعظم، مو من أعظم. نعم. من نرفعها؟ تتعلق بأصل الدين، لأنه أصل الدين بتعبيره. نعم. وأصل الهداية السماوية هي هاي المسألة، مسألة التجسيم. إذا كانت خاطئة كل شيء ذهب. وهي من أعظم، وأنا تعبيري لابد أن نصححها، نقول وهي أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية، وذلك لأنها موجهة لاعتقاده في باب الصفات. نعم. جملة وتفصيلا، هو يعرف ذلك، أنه إذا انهار هذا بعد توحيد الألوهية ينهار، توحيد العبودية ينهار، مبانيه الفقهية تنهار، مبانيه التفسيرية تنهار، مبانيه التاريخية تنهار، كل مبانيه سوف تنهار بانهيار هذا المبنى. نعم. قال ثم، التفتوا جيدا، يبدأ
أنا ما أريد أدخل تفصيل لأنه الوقت بدأ يداهمني، وإن شاء الله بعد 10 دقائق سوف ندخل إحنا المداخلات. يبدأ يقول ويمكن إرجاع أسباب هذه النسبة إلى أمرين، هسه مو مهم أنا ما أريد أدخل التفصيل. ثم يبدأ بالمناقشة من صفحة 783 المشاهد الكريم فليلتفت إلى صفحة أعزائي إلى صفحة 789، نعم، يعني حدود 6 صفحات 7 صفحات يحاول ماذا؟ أن يدفع هذه الشبهة. يا شبهة شبهة التجسيم والتشبيه. التفتوا دكتور، انظروا ماذا يقول في آخر المطاف. يقول وبما تقدم يتبين لنا أن هذه الدعوة، يعني دعوة التجسيم والتشبيه، منقوضة من أصلها. خب لماذا يا البريكان؟ يقول وقد تتبعت ما بين يدي من كتب ابن تيمية. نعم. التفتوا جيدا، الله سبحانه وتعالى كيف يجري الحق على ألسنتهم وعلى أقلامهم من حيث لا يشعرون. دكتور عجيب. نعم. الله أجرى الحق على لسانه وعلى قلمه هنا. يقول وقد تتبعت ما بين يدي من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا تدل على التشبيه. إذن لم يتحدث عن التجسيم. أحسنت. هسه أنا لا أعلم أنه هو ما ملتفت أن التجسيم شيء والتشبيه ماذا؟ شيء آخر. فنفي التشبيه ليس معناه نفي الجسمية. وهذا ما يصرح به الشيخ ابن تيمية، هذا سأقرأه من عبارة الشيخ ابن تيمية. نعم. هو الشيخ ابن تيمية يقول نفي التشبيه مقام ونفي التجسيم مقام آخر. نعم. التفتوا جيدا. إذن يقول أن الشيخ ابن تيمية لم يثبت التشبيه، يعني أما هو قائم بالتجسيم لكن لم يقل بالتشبيه. ونحن قلنا في أول الأبحاث تذكرون دكتور؟ نعم. قلنا بأنه لابد أن نميز بين التشبيه وبين التجسيم. هسه التفتوا جيدا، بعد عبارة أخرى عنده، هو خطيرة هاي العبارة إن كان ملتفتا، وإن لم يكن ملتفتا واقعا لا يستحق مثله أن يخاطب. إذا كانت هاي رسالة جامعية وهو ما ملتفت ماذا يقول واقعا لا يستحق أن يخاطب. نعم. الشيخ الرئيس ابن سينا عندما يتكلم في أوائل بعض جمله يقول إنك ومن يستحق الخطاب، يتكلم مع بهمنيار تلميذه يقول ماذا؟ إنك ومن يستحق الخطاب، يعني بعض الناس لا يستحق الخطاب. أحسن. واقعا إذا هذا الإنسان لا يعلم ما يقول إذا يستحق الخطاب أو لا يستحق الخطاب. انظروا ماذا يقول. يقول فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا تدل على التشبيه المذموم شرعا. إذن أثبت الممدوح هنا، يعني إذن الشيخ ابن تيمية يؤمن ماذا؟ بالتشبيه الممدوح. أحسنت. وهذا إقرار آخر، شيء غريب أعزائي. يعني تريدون تصريح أوضح من هذا؟ رسائل جامعية، أقرأ العبارة لكم مرة أخرى. نعم. رسائل جامعية، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، إبراهيم البريكان، المجلد الثاني، يقول لم أظفر. أقراها عبارة أخرى، احفظوها وقولوها لمن شئتم، إذا كان عندهم جواب فليجيبونا. يقول تدل على التشبيه المذموم شرعا. يعني ماذا؟ يعني أن ابن تيمية يؤمن بالتجسيم. نعم. ويؤمن ماذا؟ بالتشبيه، ولكن التشبيه الممدوح شرعا. نعم. مثل البدعة مالت ابن تيمية. أحسنت. قسمها إلى بدعة ضلالة وإلى بدعة ماذا؟ حسنة. هنا تبين أن الأخ بريكان أيضا يقسم التشبيه. هذا اصطلاح جديد طبعا، لم نتعارف عليه سابقا. نعم. يقول أن التشبيه قد يكون محمودا وقد يكون ماذا؟ مذموما. قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يؤمن
التشبيه المذموم. أما التشبيه الممدوح فلا ينفي. إذن أين ليس كمثله شيء؟ والله هل الشيء قسمان أيضا هنا قسم؟ إذن هنا أنا واقعا بدأ الوقت يضايقني دكتور. نعم. هنا بودي أن أشير للمشاهد الكريم هذه القضية الأساسية والمهمة. نعم. في هذا المجال، وهي أنه أساسا أن الشيخ ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثاني صفحة 405 هذه عبارته، الجزء الثاني صفحة 405 التفتوا جيدا. هذا الإنسان أولا لم ينفي، التفتوا لي جيدا، لم ينفي 4 أو 5 دقائق، بودي أن الأعزاء يدخلون، لا يدخلون الآن. نعم المداخلات. نعم 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 بلي نعم. بلي أولا أن هذا الإنسان لم ينفي التجسيم عن ابن تيمية. نعم. وثانيا لم ينفي التشبيه الحسن والتشبيه الممدوح عن ابن تيمية. تصورا منه. نعم. إذا نفى التشبيه المذموم فقد نفى ماذا؟ أصل الجسمية. نعم. أصل الجسمية. نعم. مع أنه لا ملازمة بين الأمرين. أبدا. انظروا إلى كلام الشيخ ابن تيمية. نعم. يقول وفي الجملة الكلام في التمثيل، هذا أين؟ في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الجزء الثاني صفحة 405 يقول وفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه. نعم. ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر. نعم. هذا موضوع. فإذا افترضنا قبلنا منك يا أخي البريكان أن الشيخ لا يقول بالتشبيه. نعم. وهذا لا يلزم منه أنه لا يقول ماذا؟ إذن الشبهة، كل الذي دفعته في النقد الموجه إليه أنه دفعت عنه التشبيه ولم تدفع عنه ماذا؟ التجسيم. ثم أقمت له ثم أول غريب أثبتت طامة كبرى في ذهن المشاهد، ثبت له أن الشيخ ابن تيمية يظهر أنه لا فقط أنه يثبت التجسيم، يثبت التشبيه الممدوح. ولكن التشبيه الممدوح، فقد شبه هذا الله بشيء ممدوح. بلي أحسنتم. هذا منطقهم. نعم. ومع ذلك يقولون تكلموا معنا بالأدلة والحوار العلمي والاستدلالات المتينة، هذا هو الاستدلال. ولذا يقول وبالجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام، والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية فإن الأول يعني التشبيه دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة. التفت. أما عندما يأتي إلى ماذا؟ تجسيم. إلى التجسيم، يقول وأما الكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو إثباتهما فبدعة ليس لها أصل. إذن يميز بين هذا وذاك. ويظهر أن البريكان مع الأسف الشديد يقول بأن الكتب التي بيدي، إما أخي العزيز مع كل احترامي لك ولكن البحث بحث علمي، الكلام ليس في شخصك أبدا، واقعا أنا عندما كتب. يكون. نعم. بلي أنا أتكلم فيما كتب هنا وهي رسائل جامعية أكاديمية، وهو بودي أننا أدخل في بحث أكاديمي مع ما كتبت. أنت قلت أننا بصدد نفي شبهة ونقد التجسيم والتشبيه. نعم. هذه أهم ما وجهه الخصوم، ولكنه ما فعلته فقط نفيت نوعا من أنواع التشبيه، وهو التشبيه المذموم شرعا، وأثبتت التجسيم وأثبتت ماذا؟ التشبيه الممدوح شرعا. نعم. فهل تلتزم بما قلت أو لا؟ يصدق تلتزم. عليه سمح السيد. نعم. وفسر الماء
بعد الجهد بالماء ما يا ليت بالماء وأضاف عليها زاد في الطيني واقعا زادها بلة. نعم. لأنه الرجل ينفي التشبيه مطلقا، هذا يقول لا ابن تيمية ينفي لأنه التشبيه لأنه وجده يشبه في أثناء كلامه. فماذا يفعل بعد؟ ماذا يفعل؟ إذن أطلنا على سماحة الشيخ حسن فرحان المالكي. سماحة السيد نعم لديه مداخلة. إذن معنا فضيلة الشيخ حسن فرحان المالكي من السعودية، تفضلوا سماحة الشيخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حي الله يا دكتور السيد كمال. حياكم الله. والمذيع. طبعا عندي مداخلة يسيرة فقط. نعم. يعني حزنت عندما كان الدكتور كمال يوجه نداءه يا علماء تكلموا، يا عالم يا سيدنا تكلموا. نعم. طبعا بودي أن يضيف في أثناء يعني في أثناء حلقاته خطاب عن القلب، هذا القلب والتعصب هو الأساس. نعم. في القرآن الكريم انظر إلى قصص بني إسرائيل مع رؤيتهم الآيات الحسية الواضحة، إلا أن القلب ما دام أن القلب يعني فيه هوى وتعصب ومعكوس ومنكوس ويقدم يعني يجعل الله ثانيا ويقدم الوجهات وما أشبه ذلك، فهذه لن يفيد. العقل قد يدرك لكن القلب نفسه يبقى. فيا ليت أن يخصص أثناء المشاركات القادمة شيء من مخاطبة القلب في آيات كريمة، طبعا يعرفه جميعا يعرفها، يخاطب القلب لأنه لمحاضراته أثر إلا أثر كبير، إلا أن بعض الناس قلوبهم قاسية. نعم. وقسوة القلوب تحتاج إلى ترقيق بآية بآيتين وما أشبه ذلك. الأمر الثاني. نعم. موضوع الشهادة لله، يذكرهم مسألة الشهادة لله. طبعا هذا ما ذكره الدكتور كمال عن ابن تيمية في التجسيم، هو ابن تيمية في كل موضوع ينتصر له في التاريخ ستجده هكذا، في يعني في المواضع اللي ينتصر لها في زيارة قبر النبي مثلا تجده هكذا. نصيحتي لكل باحث أن يختبر ابن تيمية سطرا سطرا، لا يستعجل ينظر، يختبره سطرا سطرا وسيكتشف. وأنا ممن كنت أتعصب لابن تيمية قديما وكنت أناكح عنه شيخ الإسلام، حتى اختبرته في التاريخ سطرا سطرا فوجدته لا يكاد يصدق في خمسة أسطر. يعني هذه شهادة لله، يجب أن يكون الله فوق المذهب وفوق المدرسة. وشكرا لكم. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. شكرا لسماحة الشيخ. وتأييدا لكلام أحسنتم الشيخ. نعم. شيخ فرحان. نعم. وهو أن القرآن الكريم عندما تكلم قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. أحسنتم. نعم. إذن معنا اتصالات سماحة الشيخ، ونشكر سماحة الشيخ حسن فرحان المالكي مرة أخرى على هذه المداخلة القيمة. معنا الأخ سلمان من السعودية، تفضلوا أخ سلمان. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. كمال أتمنى أن يتسع صدرك الرحب إن شاء الله لمداخلتي هذه. تفضلوا. غيرك الدكتور الفاضل المذيع. أولا أنتم لا تعطوننا فرصة في مسألة الحوار أو إكمال حتى السؤال، فلا أدري هل هناك يعني تخوف منكم على أنه أبدا أبدا أبدا. تفضل تفضل تفضل. أتمنى حفظكم الله. نعم. متصل في موضوع. فرصة حتى يستفسر حتى يقول ما عنده، لأن احنا نحن نستمع الى قناه صفا فاراهم يعطونا يعطونا للمتصلين. يعني لا بد من وجود منهجيه اخي الكريم، يعني ضمن موضوع البحث. نعم. ولكن اذا كان السؤال يخرج والحديث يخرج. نعم. يعني الانسان احيانا يتكلم يعني يتصل ويتعب نفسه وكذا ثم لا تعطونا. طيب. ففرصه في مساله. طيب. عده نقاط اريد ان اعرضها على فضيله الشيخ الله يحفظ الجميع ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. طيب. اولا ليس عند اهل السنه والجماعه احد المعصوم ابدا، بل طيب. كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. طيب. إلا صاحب قبر، إلا صاحب ذاك القبر كما قال الإمام مالك، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. فابن تيمية عالم من علماء المسلمين. نعم. فإن أخطأ في مسألة فهذا من طبيعة البشر. طيب. ولكن لابد أن تبين يعني. إذا, 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 إذا فرضنا أنه أخطأ. نعم. فإذا أخطأ فإن ذلك من طبيعة البشر. الشيخ كمال الحيدي الآن لا أعتقد بأنه يستطيع أن ينزه نفسه أمام الناس بأنه لا يخطئ، لا يمكن، لا يوجد بشر. طيب. بدون خطأ. طيب. وهذا هو مذهبه أنه لا يوجد أحد معصوم أبدا. طيب. ثم مسألة الأسماء والصفات حفظكم الله، الذي ورد عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم أمروها كما جاءت، والذي نعرفه نحن عن ابن تيمية أنه أمر الصفات كما جاءت ولم يخض فيها أبدا. انتصر كثيرا للتجسيم، انتصر كثيرا وقال فأقول وأرد. الآن ألم تستمع أخي الكريم لما تفضل به السيد قبل قليل؟ حفظك الله.
دكتور بس أكمل مداخلة. طيب الله طيب طيب تفضل. المسألة طيب. المسألة الثالثة أن ابن تيمية حتى وإن أخطأ في شيء في مسألة معينة مثلا فهم يسوغ للشيخ كمال الحيدري أو غيره أن يسقط كل علمه. الآن الشيخ كمال الحيدري قد يخطئ في مسألة فقهية أو شيء، هل يسوغ العاقل أو هل المنهج العلمي طيب أن يسقط كل علم الشيخ كمال الحيدري فيما لو أخطأ في مسألة؟ يعني الشيخ الأسدي أول أمس أنا استمع له وتداخلت معه كان لطيف جدا، وكان يلوم علماء الشيعة في مسألة اللطم التطبير عفوا، ويقول أن التطبير هذه تشوه الصحة. فهل كل من قال من علماء الشيعة بالتطبير هل نسقط علمه طيب كله ونسقطه طيب وكأنه لا شيء؟ طيب المسألة سؤال جيد. نعم طيب شكرا لكم، إذن نكتفي بهذا منكم وإن شاء الله فكرتكم وصلت بدون مقاطعة مع أنها خارج عن البحث. نعم أحسنتم. فقط سمح سيد معنا الأخ أبو حسن، طبعا بلي. نعتذر الأخ سلمان لأننا نأخذ القدر الممكن يعني بلي. الأخ أبو حسن من الكويت تفضلوا أخي الكريم. الآن أجيب الأخ عليكم السلام. تفضلوا أخي الكريم تفضلوا. نعم عليكم السلام. شكرا يا دكتور سالم، حياكم الله. حياكم الله. نعم أخيرا فسحتونا الكويت نحن نسمع صوتكم يعني إن شاء الله حياكم. نعم. في البداية أحب أقول الشيخ أو السيد حيدري نعم. سامحني لأن في البداية أنا ما كنت أحبه، فاكتشفت أن الحين صرت أحبه الحمد لله لله يعني نعم. أول شيء أنا كنت في البداية راح أدافع شوي عن ابن تيمية، بس الحين قمت أحك راسي نعم. من الكلام اللي أنا شفته وراح أراجع الكلام الموجود. ففي ثلاث نقاط دكتور سالم لو تسجلهم إن شاء الله على السريع عشان الشيخ الحيدري مو شرط بالحلقة هذه، حلقات الجاية طيب جاوبنا عليها طيب طيب إذا ممكن. طيب تفضل. النقطة الأولى نعم في تفسير آية وبعثنا منهم 12 نقيبة نعم. ابن كثير تلميذ ابن تيمية يقول هم الخلفاء الأربعة ذكرهم الشيخ السيد الحيدري من أول نعم. في مطاف التفسير يقول مو ليس كما قول الشيعة اتخذوا 12 من الروافض، يقول ان الشيعة اتخذوا 12 من الروافض يعني الامام علي والحسن والحسين يعني هو يصرح يقول وان كان خارج الموضوع او جزوه حتى نعم ايوه ايوه يصرح يصرح بكثير طيب. هذه الآية بكثير يصرح من الروافض نعم. النقطة الثانية في تفسير انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ابن كثير تلميذ ابن تيميه ان شاء الله نعم. انا يعني افضل ان تطرحوها يوم غد، هذه تتعلق بآية التطهير بحث آية التطهير ان شاء الله غدا ان شاء الله نستمع لكم ان شاء الله. نعم اعتذر لكم لان الوقت ضاق جدا ولا يوجد وقت بعد للاجابه انا اريد الله. اجيب الاخ العزيز اللي اتصل من ان شاء الله تعالى. نعم بالنسبه للاخ الكريم نعم سلمان يقول نعم. اول نعم يقول لا يوجد معصوم وكل شخص يؤخذ منه ويرد. الجواب اخي العزيز هذا السؤال، الجواب الاخير هذا اعتقادكم، نحن ليس من اعتقادنا هذا، نحن نعتقد بأن هناك يوجد معصوم بعد رسول الله وهم علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه نقطة منهجية نعم. أول السطر لأنهم بقى مدينة علم رسول الله. أحسنتم، هسه هذاك بحث آخر الآن ما ندخل، وبإمكان الأخ العزيز أن يراجع إلى أبحاثنا في الأطروحة المهدوية نعم. اللي دا نبحثها. السؤال نعم. الثاني يقول إذن إذا أخطأ ابن تيمية في مسألة فلماذا يسقط في كل بحثه وفي كل علمه؟ هذا هو سؤال أساسي، وأنا أتصور أن الأخ العزيز لو كان ملتفت لبحثي من أول الأمر أن الشيخ ابن تيمية عندما يصرح في كتابه الفتوى الحموية الكبرى التفتوا إلى عبارته، يقول فإن معرفة هذا يعني توحيد الأسماء والصفات أصل الدين. لو أن الشيخ ابن تيمية كان يخطئ في مسألة فقهية فرعية نعم. جانبية تأريخية تفسيرية واقعا هذا ليس دليلا، لا يؤخذ كثيرا، لا يؤخذ كثيرا. وكما قلت أخي العزيز أنه أنا لو أخطأت في مسألة فرعية لا معنى لإسقاط لأنه لست معصوما، هذا أسلم معك. ولكن أخي العزيز هو دا يخطئ في ماذا؟ في أصل الدين، دا يخطئ في أصل الدين، دا يخطئ في أصل التوحيد، أصل الهداية. إذا كان الأمر كذلك عند إذا سقط أصل الدين عند ذلك لا يبقى سقط الدين كله، سقط الدين كله. لا يمكن نعم. نعم. أن نقايس بين هذه المسألة أحسن. وبين تلك المسألة، هاي اثنين. وثالثا جيدا أنتم أخرجوا للناس وقولوا نحن نوافق الشيخ ابن تيمية في هذه المسائل،
ونختلف معه في عقيدة التوحيد. لا أن يكون لماذا شيخ الإسلام بكل لماذا شيء. لماذا تحاولون أن تسوقون الشيخ ابن تيمية على أنه هو الممثل لأهل السنة في كل العالم؟ وهو مقياس الإيمان وهو والكفر. مقياس الحب والبغض والإيمان والكفر. نحن حديثنا معكم في هذه النقطة التي وقفنا عندها. أحسنتم. بالنسبة للأخ الكريم أبي حسن، طبعا أخذنا منه سؤالين فقط، وإن شاء الله تعالى بإمكانه. لا هذه أسئلة إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لآية التطهير نعم. آية وهكذا بالنسبة إلى الاثنى عشر إن شاء الله بحثه سيأتي في الأطروحة المهدوية بإمكان الأخ العزيز أن يقف عندنا في الأطروحة المهدوية. كل هذه المسائل سوف نعرض لها في الأبحاث القادمة. وأما قوله إنه صار يحب سماح سيد، الحمد لله جزاكم الله خيرا، والله سبحانه وتعالى يوفقك للهداية وللصراط المستقيم بإذن الله تعالى. طيب إذا أكو وقت أنا عندي تتم، ماكو اتصال؟ ماكو اتصال؟ لا دقيقتان عندنا. نعم جيد جيد. طيب في الواقع بأنه نحن إلى هنا، أنا أريد أفهرس البحث. إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة المركزية، ودعوتي إلى كل علماء، وأنا وهنا أوجه خطابي أيضا للأخ العزيز شيخ فرحان المالكي، واقعا أنا وجهت خطابي إلى علماء المسلمين الذين لا يوافقون النهج النهج ابن تيمية ونهج الوهابية. أنا خطابي إلى هؤلاء، وهؤلاء الآن بحمد الله تعالى بدأوا يتكلمون في كل مكان ويقولون رأيهم أنهم لا يتفقون مع الوهابية ومع مباني العقدية لابن تيمية. نحن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف نقف عند نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى حتى يتضح المشاهد الكريم إذا يريد يطالع، النقطة الأولى أنه هل هذا رأي ابن تيمية كما يقول الأخ العزيز الذي اتصل، أو أنه رأي كبار علماء أتباع ابن تيمية الوهابية في زماننا المعاصر؟ هل صرحوا بالتجسيم وقبلوا أم لم يقبلوا ذلك؟ سنقرأ له حتى يتضح أنه هذا لم يخطئه أحد، بل دافعوا عن صحة رأي ابن تيمية. وثانيا عند ذلك سأعرض رأي أهل السنة ونظرية أهل السنة في التجسيم والتشبيه، ورأي أئمة أهل البيت في التجسيم والتشبيه. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أحسنتم. نعم إذن نعتذر لكثير من الإخوة، يعني لأن طبعا قالوا اتصالات كثيرة ولكن الوقت لا يسع. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أيضا نعم ذكروا منهم بعض الإخوة مثل الأخ رهيب بن طويريج وجماعة آخر، إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بإمكانهم أن يتصلوا إن شاء الله تعالى. شكرا لكم سماحة آية الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله تعالى صارت الأبحاث واضحة لديكم. الملتقى غدا إن شاء الله تعالى في برنامج الأطروحة المهدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.